لا قبل لا ندخل على أحسان إنه موضوع إنه خلينا نطرق الموضوع اللي هو الموجات بصورة عامة. الموجات بصورة عامة أنتم تعرفون بالفيزياء الموجة إذا ازداد التردد ماله شنو ينقص إذا ازداد التردد ماله؟ لا مو على طول الموجة، أكو في شيء ثاني ينقص إذا ازداد التردد. وإذا نقص طول نقص طول الموجة شنو يزداد؟ هسه التردد أول مرة هو التردد شنو التردد؟ عرف كيف التردد؟ مين يعرفه يعني؟ التردد نسمة التردد يعني هو زيادة الحدث في الزمن في فترة الزمن، زيادة التكرار في الزمن. يعني مثلا تشوف هسه إذا خلال ثانية ضربوا ضربتين فلي فريكونسي التردد اثنين، إذا سويت هيك التردد مثلا 10 في الثانية، واضح؟ تردد فريكونسي كم مرة تردد الحدث صح؟ فبالنسبة للموجة كل ما يزداد التردد مالها كل الطاقة كل الانيرجي المحمولة بهذه الموجة، وكل ما يقل التردد هذا مبدأ فيزيائي، كل ما يقل التردد تزداد الطاقة الانيرجي المحمولة. مثال هسه شنو هي الطاقة؟ بصراحة كثير من الأمور حتى العلمية يعني جاي نطبقها، أنا ما جاي يعني ما جاي استوعبها، يعني أكيد الناس اللي كلش هم سووا هذا الشيء والاختصاص عنده في التفسير أكيد. يعني مثلا هذا الضوء هو موجات لو مو موجات؟ أكيد موجات، وأكيد لها تردد معين. هو اثنين، هو طبعا موجات وبارتيكلز. لا هذا مفهوم. بعد الموبايل هذا يستخدمه هو راديو فريكونسي، ترددات راديوية الكترومغناطيسية كويس تمام. فسؤالي شنو؟ سؤالي ما دام جاي تنقل لك معلومات معلومات صوتية معلومات يعني وتبر صورية، إذا هي جاي تنقل طاقة أوكي. الراديو إحنا ما جاي نستخدمه، موجود الراديو بالسوق بس ما حد يستخدم جهاز الراديو. الراديو قبل أو حدثة موجود بالسوق انتبه له تلقى مكتوب عليه ميديوم ويف شورت ويف، موجة قصيرة موجة طويلة موجة متوسطة. كل ما تسوي التوليف انت المتسعة هاي المحركة تضبط على موجة تشوف فيها شبكات البث، شبكات البث موجة طويلة اوكي توصل ابعد مدى لكن جودة البث مو تمام لان طاقتها قلت. القصد انه تنقل لك اي صورة من صور الطاقة على الشيء اللي مصممة هي، اذا الطاقة خلاص هذا مفهوم تردد الطاقة. نفس الشيء بالنسبة لموجات الدماغ اللي إن شاء الله المحاضرة القادمة ما رح نعرفها، برين ويفز موجات الدماغ الطبيعية طبعاً، إيش كم موجة تمر بالإنسان في حالاته مثلاً يكون هادئ مستقر ويكون نايم ويكون معصب ويكون ديبرست يعني كئيب أو مصاب بخيبة أمل وتبر. فيظهر الدماغ مجموعة من الموجات يمكن تسجيلها جهاز EEG شايفينه هذا أوكي، وهذه الحالات طبيعية. أكو حالات مرضية لا سامح الله أورام الدماغ تطيب الدماغ أمراض يعني وتبر فتطلع لنا موجات طبيعية هذا ممكن لنا. فقبل لا ندخل على الموجات إن شاء الله الدرس القادم حبيت أوضح لكم مبدأ الموجة وعلى أساسه قسموا النوم. قسموا النوم نوعين، أكو نوع تقسيم طفيف أو مو علمي اللي يسمونه النوم العميق والنوم الخفيف تمام. لكن التقسيم العلمي بيدنا راح نعطيه We are going to speak about the major two types of sleep. The first one is the rapid eye movement. Rapid eye movement sleep أو يسمونه REM sleep. REM يعني Rapid Eye Movement. اسم آخر هذا النوم الليتشر اسم Paradoxical النوم التناقضي. هسه نشوف ليش Paradoxical، ليش هذا النوم تناقضي. طيب الاسم التسمية الثالثة من ناخذ الموجات، الاسم الثالث هو Desynchronized غير المتجانس. كلكم كل بشر يمر بهذا النوم يوميا اللي هو Rapid Eye Movement. طيب The second type is the slow wave. slow wave
slow wave sleep or the deep sleep. For the rapid eye movement sleep, it is a type of sleep. The first one, the first type, خلينا نعرف definition of REM. This type of sleep, which is experienced every night, after a restful day, يعني هذا انت وانا نمر بهيك نوع من النوم كل ليله. اذا كنا احنا خلال يوم مرتاحين، يعني انت يوم شرعان نايم للظهر ورجعت للظهر نمت وما عندك اعمال، يعني ما كنت مرهق، عاده النوبات يسمونها باوتس اور اونسيت اوف ار ويل انكريز بالنايت، راح تكثر لك النوبات مع هذا النوم. هسه نشوف خواصه، بس خلينا نعرف اول ما يكثر لك هذا النوع من النوم. اذا كنت خلال يوم مرتاح وما عندك شيء ونايم بما فيه كفايه، فمن تنام بالليل يصير لك هذا. نجي للنوع الثاني، شو ات از ذا ديب كام فول. شو كام فول؟ كام فول هادئ احسن. هذا هو شو يكون هذا النوع الثاني؟ دي كام فول، رستفول، مريح جدا بالنسبه له. افتر اكسبيرينس، بعد ما نمر افتر اكسبيرينسينج فول داي، فول داي اوف ليبر. يعني ليبر شو ليبر؟ يعني انت خلال اليوم داومت ورجعت تلس ما نمت، فتطلب سبات عميق، نوم عميق مو تمام، ويكون هذا النوم هادئ ومريح. ماشي، مو كلكم هم مختبرين هذا الشعور؟ طيب هذا النوع، اذا هذا النوع هو تمام يعني تمام. فنرجع لخواص النوع الاول، اللي هو رابيد اي موفمنت. اولا من اسم رابيد اي موفمنت سليب ريفيرز تو موفمنت اوف ذا ايز. شايفين اكو ناس هم نايمين عينه شوفه مفتوحه والبياض طالع منها، وبعض الاحيان تتحرك، شايفين تتحرك ولا لا؟ خصوصا بالاطفال، الاطفال وتصير بالكبار، وهسه اتوقع بزمننا تصير اكثر بالكبار لانه خربط وضعيه النوم، ينام الظهر يعني من داخل النوم. فبالليل هذا اول كاركترستيك، فيرست كاركترستيك اوف اور فيرست فيتشر اوف وات اوف رابيد اي موفمنت سليب از ذا رابيد موفمنت of the eyes in spite that the person is asleep. يعني هو sleep نايم بس يشوف عيونه شبيه عيونه تتحرك على الروب، جاي يقول in spite of he is asleep his eyes are moving rapidly. عيونه تتحرك، طبعا مو فاتح عيونه على كبرهن ويتحرك وبالك، لا جاي تخيلون يعني الشيء هاي حال. The bouts of this type of sleep usually occurs each 90 minutes. يعني خلال الليلة البوتس أو الأونست نوبات، هذا مو طول ما نايم هو عينه تتحرك، تجي على شكل نوبات. النوبات مالته تصير كل 90 دقيقة، يعني كل ساعة ونص. كل 90 دقيقة. هسا أول صفة شنو بي؟ Rapid movement of eyes. It's by of sleeping of the person. هذا نايم لكن عنده حركة بالعين. بعد قلنا the bouts of the sleep حتى each 90 دقيقة. ثلاثة this type of sleep usually accompanied by irregular. انتبه على هذه الكلمة، كلمة irregular. شنو معنى irregular؟ irregular muscle movement of different parts of body. شايفه هو نايم سوالف اتحرك هيجي يرفس هيجي وهو نايم ويصير هيجي المصل، فهاي يسمونه irregular muscle tone or muscle movement of the body. irregular. So of the features or characteristics of REM is the irregular movement of the muscles of the body. حركة مو طبيعية جسما يسوي لك حركة معينة، يصرخ وكذا. بعد this type usually is accompanied by dreams and nightmares. Dreams أحلام. كوابيس. Nightmares كوابيس. كوابيس.
على شو نكون بعد اليوم؟ مرفق عادة بالكوابيس والأحلام. بعد من صفاته وراح أعيد من صفات هذا النوم حتى نقولها خلاص هذا جاي يمر بنوبة REM. من صفاته أيضا the person can not easily aroused by simple stimuli. The person كان هو على الرغم أنت شوفه ما مستقر كشان قاعد. But the person cannot be aroused. Aroused يعني يوقظ. Cannot be awakened. لا يمكن إيقاظه. By simple stimuli. يعني ما ممكن تقول له مثلا أسامة صار في الحالة. يعني ما قلت له أسامة. ما يقعد بالنورمال stimuli. بينما يمكن إذا واحد مرتاح وداخل ديب سليب على الرغم أنه ديب سليب يمكن بس تقول له أسامة يقعد. مو هيك؟ فالميجر فيتشرز مال REM sleep is rapid movement of eyes despite of sleeping of the person high or high. Occurs every 90 minutes. In bouts, including bouts or in onsets, every 90 minutes. Okay. بعد yes thank you very regular movement of muscles including nightmares yes thank you by dreams and nightmares cannot be aroused by suppose not be awake okay thank you the person cannot be aroused or awakened by simple stimuli آليته شلون يصير ذكرني خاف لا راح اشرح هسه آلية النوم بصورة عامة شلون يصير تسلجيا بعد ما اخذنا الانواع راح نعرض افهم ذكرني قل لي آلية REM خاف انسى من اشرحها طيب نجي للنوع الثاني the second type is the slow wave deep sleep the characteristic or feature of this sleep is the deep and slow waves which are recorded within EEG يعني بنسجل موجاته خلينا نشوفها هو من نوع slow wave تكون موجة قليلة في التردد معناتها شنو؟ معناتها محملة بالطاقة. طيب اثنين it is restful sleep restful خلاص ما ادري راح يعطيك راحة يريح جسمك. اوكي؟ it is usually experienced منه after full day of labor. ما مشي. هذا النوع من النوم صح بصورة عامة ما بي أحلام وكوابيس لكن تحدث بأحلام. إذا نجي من منطقة الدريمز تحدث في الأحلام. Dreams can really can occur within this type of sleep. But not like REM. In REM they are usually nightmares. لاحظين إذا واحد يوم مخربط نايم وقاعد وياكل ويروح ولا أكل ينام شو يصير ينام؟ إي فلوس. أنا أقول مثلا 5 دقائق 10 دقائق لو ما. الابيسود هذه الابيسود زميلك قال 60 دقيقة تجينا ابيسود تجينا اونسيت تجينا باوت مالت ال REM ايش قد تستمر هاي الباوت؟ عادة من 5 إلى 10 دقائق يعني عادة 5 إلى 10 دقائق تروح النوبة هذه مالت ال REM واضح؟ هسه خلينا ناخذ مفهوم اللي هو جدا مهم النوم كله شلون يصير وسبحان الله إذا تراجعون بالقرآن كثير آلاف جت عن النوم مو صح؟ إذا تراجعها وتحاول تربط بها تلقى الإعجاز، يعني مثلا سورة الفرقان سورة النبأ وجعلنا نومكم سباتا، ايش قال؟ سباتا هسه راح نشوف السباتا شنو يقصد. فلذلك خلينا ناخذ آليات النوم. How does the sleep occur؟ نشوف النوم شلون يصير. مهما يكون النوع مالته سواء كان REM أو slow وبصراحة هاي شلون يحدث النوم عندي جدا مهمة. اوكي النوع هاي مهمة لكن آلية النوم هي الفسلجية اللي تهمني كلش. بالنسبة لـ REM sleep ولا احدى مسمياته قلنا بارادوكسيكال صح؟ تناقضي. ليش تناقضي؟ تناقضي لانه المفروض القشره مالت الدماغ اللي مسوي لها تخطيط اكتف. اكتف تلقاها اكتف بالفعل وراح نلقى نوع من المودات ناخذ المحاضره القادمه.
قشرة اكتف بس هو نمي. شوف القشرة اكتف كأنما شخص قاعد. يعني شو انا سحين مستيقظين. منخطط له هو نايم هاي الحالة من تجيب باوت. وشوفه قام يتحلم ويسوى هاي الحركات. قشرة اكتف بس هو نايم. ولذلك هو يسمونه تناقض. بارادوكسيكال. اوكي. خاف. تجي بالك. وشيني معنى بارادوكسيكال. طلاب هذا الجزء شو نسميناه؟ ريتيكولار فورميشن. هذا الجزء اللي هو جزء من ال كان من الهايند برين تمام؟ مو جزء من الهايند برين؟ مو رومبسيفيلون واللي شمالي متنسيفيلون والمايلز هو ريتيكولار فورميشن. ريتيكولار فورميشن هو عبارة عن موتيليار اللي مش حكينا؟ هذا الريتيكولار فورميشن. هذا الجزء شو نسميه؟ بونز. بونز. هذا بونز. وهذا ميدولا. ميدولا. تذكرون حكيت في الأول محاضرات التشريحية عن البرين. قلت لكم اكو شيء اتمنى يسعفنا الوقت واذا انتم اللي هو الباث ويز المسارات. المسارات صحيح حقيقه مهمه بس بصراحه صعبه. المسارات هنا اثنين كانت اطراف او مسار على شنو؟ النيورونز بالسنترونز الاكسونز الاكسونز النيرف فايبرز يصيرون على شكل بندلز بالسي ان اس نسميهم ترافز. كل تراف بزميلتك بي هي مشابهة. هذا باثوي. هذا الباثوي ليش مشابهة؟ حتى ما اسبق الاحداث بعدين ان شاء الله المحاضرات الجايه نكمل عليه. الى جواب التفسير بما انه ما خطر ببالكم مثلا انه الاعصاب كلها تشتغل على اكشن بوتنشل صح؟ صح بابا؟ كلها كهرباء. اذا اكشن بوتنشل هو نفسه هو جهد هو كهرباء. طيب شلون يصير التفسير مع الاحاسيس المختلفه؟ يعني مثلا مد لي ايدك دور وجهك اسمع دور وجهك شو تحس؟ قرصه. هسه شو تحس؟ يعني نفس تكتايل. اوكي تكتايل زين. هسه شو تحس؟ ضغط على الصدر. شكرا جزيلا. دور وجهك دار وجهك اللي سويته كله اكو ريسبتورات هنا. كل اللي صار يسمونه potential of the receptor وانتقل action potential للدماغ. كل action potential. شلون الدماغ ميز انه هاي قصة؟ ها؟ هذا تكتايل يعني هذه لا خليني. هذا ضغط اذا اجيب شيء حار يحس هاي حرارة. احد الاليات المهمة اللي تفسر بها قشرة الدماغ بالمناسبة هو احس هنا احس هنا بس منو اللي يفسر؟ ترى قشرة الدماغ. فسرت انه اكو قرصة هنا. هذا التفسير احد الاليات اللي يعتمد فيها الدماغ الترابز. شلون الترابز؟ من قرصته انا هاي ببساطة يعني حتى لا اطلع عن هذا الموضوع. لما قرصته حفزت نوع من الريسبتر اللي يستجيب للقرصة. هذا النوع من الريسبتر الاكسونات مالته تطف بمسار معين. وتنتهي لي بنيورونز معينة. صح وصل اكشن بوتنشال. شلون السيارة من تجي هاي السماوة مدينة تمام؟ إذا أجتني سيارة من ذاك الدرب حي على الصلاة أنا كدماغ كسماوة أقول هاي ناصرية لو بصرك لأن جتني من ذاك الدرب هي سيارة. نفس هاي السيارة ونفس موديلها ونفس سائقها من بعد شكلي. إذا أجتني من هاي الجهة ما تقبل غلط جتني من كربلاء من الرميلة مو؟ فهمت شلون؟ وإذا كانت عندنا طرق أخرى بكربلاء لها طريق فاعتمد على الباث واي. جاي توضحك الصوره. اجي افسر انه هذه كربلاء جت من هذا الطريق. هذا بغداد جاني من هذا الطريق. فالباث واي مهم.
هذه مجال اللي هذا وصل إلى شنو هنا إنه axons of different parts of the internal organs of the somatic regions must travel throughout the spinal cord. مو قلت لي بالمحاورات السابقة عندي spinal nerves ومو قلنا دول mixed nerves يكونون هم سنسر وهم موتور. طيب هل السنسر يدخل يجيني من whatever part of the body. In general the information will be processed within the spinal cord. هذا الرفلكس من المحاورة السابقة خاف شفتوا ما شارحينه. هل يسمونه رفلكس؟ Sensory comes from different parts. The information will be processed within interneurons in spinal cord, and action will be taken on target organ. Okay. هذا بصورة عامة reflex. باو. هذا simple reflex. مثال علي. أنت داي وجهك صافن وضربك واحد. متحرك رجلك. ضربك نام وتسحب يدك. هذا الرفلكس ما يحتاج للدماغ. ما يحتاج للدماغ. مثل ما قال زميل. إذا سنسري هي الضربة تعالجت من السباينال كورد ورجعت كموتور مسحبت لي. حسب الرفلكس شنو هو. صار بيكم ما يدر واحد فد جزء حار سبب له فد لسع. ويسحب يده لا إراديا. بعدين يفكر شنو هاي شنو اللي سو. تمام ولا؟ طيب بعد an example about the simple reflex. عيد شو محافظة بكوينه. Simple reflex. Example of simple reflex is micturition. Micturition reflex in kids, in babies. Micturition تعرف شنو؟ هو urination عفوا. Urination. Passing of water. تعطي تستخدم euphemism. Euphemism يعني تعبير ملطف. شخص أجنبي وياك. بدل ما تقول له شلون صحيح لغتنا بدل ما تقول له I want to urinate قل له I want to pass water. pass water يعني بالطب يقولون micturition. شايفين الريفلكس مال micturition عند الأطفال at any time at any place without control صح؟ ليش؟ لأنه الريفلكس مال micturition مفروض هذا urinary bladder هاي المثانة when it is full with water. Stretch receptors here in the wall, aqua stretch receptor, will send sensory information to spinal cord directly. The reflex will come by contraction of bladder to say the evacuation, passing water. من يبدي يكبر الطفل؟ حس بهذا العمر هو عنده باثوي. هنا جينا كنا على بعد اكو سينابس وصاعد شنو صاعد لي فوق قشرة المخ؟ صاعد أكسونز عفية. أكو سيناس هنا والأدر النيوروز. بس بعده ما يعرف ما عنده خبرة. مرو مين بيفتهم؟ هذا السيناس لا يتفعل. تصعد المعلومات شو هو he will what he will seek or look for adequate suitable time and place. صح لو مو صح؟ Then the reflex will occur. هسا عرفت الفكرة؟ عرفت الريفلكس شنو وعرفت شنو اقصد بالتراكت وشنو دوره والباثوي. القصد انه كل احاسيسك كل جسمك كل اورجانز مالتك لها سناتر انتجريتد بالسبينال كورد وبعد وين بالنيرفس سيستم. هاي السناتر تتواصل باي سينابسس. اوكي باي سينابس ثرو اوت باثويز اور تراكس. هذا ليش جابني الحديث هيك حتى اعرف من نابلش من نحكي تتعرف أقصد بي أكو سينابس أكو باثوي من نابل. تذكرون نحكي عن الليمبك سيستم. الليمبك سيستم كلش مهم. الليمبك سيستم بالإيموشن قلنا بالميموري وحتى بالنوم كله ترى هذه صح نقسم نقول هاي منطقة بصرية هذه منطقة أوديتري أريا. أوكي صح بس أكو فالتداخل بين كل الأجزاء عجيب سبحان الله خالق. ولذلك كثير من احاسيسنا والاحداث اللي نعيشها بحياتنا شايف التمرات مثلا تشوف لك شجره الطريق هاي شجره بهذا الطريق هذا المنظر يذكرك فات حدث مصير حدث صار وي صديق صار وي كذا زين الشجره ذاك الحدث ذاك التاريخ قبل 20 سنه انت شفتها استجابه شنو صار فيجوال اريا الحدث هذا شلون مخزن بشكل عاطفي
اكو تراكس ويا من الفيجوال اريا اما الليمبك سيستم. الليمبك سيستم امجدالا تذكرون هيبوثامبس داخلها سبحان الخالق تغير كيميائي معين خلى فد شيء عاطفي حدث حلو حدث حزين لا سامح الله ربطك بهاي الشجره شفتها ورا 20 سنه نشوف شجره حتى ما راح تكره الحدث ويجي حتى مو بس البصل حتى فد اوراق معينه ذكرت في الشغلات فقصد انه موضوع النوم موضوع الايموشن متعارض فاول ثيوري وات ار ذا ثيوريز اوف سليب وات ار او سنلي وات ار ذا ثيوريز اوف سليب شنو نظريات النوم اول وحده يسمونها باسيف ثيوري باسيف وخلينا فيها سويه خلينا نتحض هاي النظريه سويه خلينا نشوف يعني فرضيات مو نظريات فرضيه النظرية فرضية النظرية مثبتة الفرضية ما أعرف المهم أكو واحدة ثبتت ثبتت هسا راح نشوف ياها اللي ثبتت هاي باسيف باسيف ثيوري الباسيف ثيوري أوبسلي أحد خواص السينابس محاضرتكم السابقة مو قلنا هو تارجت فور دراجز سينابس قلنا تارجت فور دراجز ضربنا هيك أحد خواص فتيج أوف سينابس فتيج أوف سينابس فتيك تعب السينابس هو مو تعب بالمفهوم اللي نعرفه احنا وانما شنو عدم استجابه احسن ليش منقد يصير اكو وانما شنو عدم استجابه احسن ليش منقد يصير اكشن بوتنشال يطرح النيورو ترانسميتر لازم يرتبط بمن بالريسبتر لما تتكرر هاي العمليه يضل الريسبتر ما يستجيب فما يرتبط النيورو ترانسميتر هذا يسمونه فتيج اوف سينابس كل السينابس ما عدا سبحان الله اكو فت سينابس خاصه ولذلك وجد بقشره الدماغ ركز وياي الالكتريكال سينابس مو حكينا عنه الالكتريكال سينابس ما يسمى فتيج لانه ما يعتمد على مبدا النيورو ترانسميتر يرتبط بالريسبتر فاكو مناطق حرجه بالدماغ لازم ما يصير بها فتيج لازم ما تتوقف عن النقل العصبي خلق رب العالمين بطريقه اللي كتلك اوكي زين هسه الباسف ثيوري احد خواص السينابس نعرفها انه فتيك اوف سينابس فش يقول this is the cortex of the brain right According to this theory, the sleep occurs due to fatigue in hind brain centers. هذا كله hind brain. نسميه hind brain centers. Fatigue in synapses. أنا قلت. In synapses. Or fatigue in synapses within cortex. هنا أكو سينابس وهنا أكو سينابس. سبب هذا الفتيك هذا يؤدي إلى sleep of cortex of the brain. هاي النظرية تقول هيك. سبب الفتيك على أساس على طول اليوم action potential إلى أن صار فتيك ميمن هاي مناطق بين السينابس. فصار شلون الفصل نام الشخص هاي النظرية خطأ ليش خطأ؟ قلنا قبل شوية انه كل 90 دقيقة راح يرجع يشتغل عفية هذا حلو بس التجربة شلون فلتوها خطأ حسن هذا حلو لانه لو كانت هيجي كان ما طرحنا لكنه راح ناخذ الار ام منين يجيني فلتو بالتجربة هذا خطأ لما يسوون كات هير يعني يسوي كات من مستوى البونز المستوى الهايند براين this will lead to formation of non-sleeping cortex جابوا حيوان مختبري وياي خلوا له الاي اي جي التخطيط مال الدماغ الحيوان بعده قاعد اوكي دي عمليه تخدير موضعي تعرفون موجود قطعوا
مستوى الحرب الشوكي لها قطع جراحي. هذا ايش ادى لما انقطعوا هاي المنطقه؟ ادى انه الكورتكس ظلت تصدر منها موجات اللي راح ناخذها ان شاء الله اللي هي الموجات تظهر باليقظه. كورتكس ابدا ما تنام، يعني كورتكس مال هذا البرين اللي مقطوع من هاي الجهه من هذا المستوى العفو ما ينام. شنو معناها؟ معناها المسؤول عن النوم، معناها انه النوم مو بسبب فتيج هير اور معناتها there is something at this level which is responsible for inhibition of cerebral cortex. So without this inhibition at this level the brain cannot sleep. صح لو صح هاي تجربة. So after making dissection or cutting at pontine or medulla level, the cortex of the brain will not sleep. So this indicates, this refers to presence of some centers or some nuclei at this level, which is responsible for inhibition of cerebral cortex. Inhibition of cerebral cortex to cause sleep. صح لو مو صح؟ إذن هاي النظرية نتحفها. فبعد هاي التجارب لعشرات السنين قطع وتحفيز وكذا وكذا وتحليلات لقوا الآتي إنه النوم يصير بعوامل مشتركة. عوامل مشتركة أول واحدة هرمونات. خلي ننسف هاي نسف النظرية نسفناها بالتجربة. طيب فأول آلية the sleep is a result of active inhibitory مثل ما قلنا قبل شويه active inhibitory process يعني النوم نتيجه عمليه تثبيطيه فاعله تثبيطيه بهاي الطريقه اللي حكيناها استوى active inhibitory process that means at level of midpontile at level of hindbrain there are centers which are responsible for inhibition of cerebral cortex. So the sleep is a result of active inhibitory process. In other words, the nuclei of these areas will secrete neurotransmitters. Those neurotransmitters will reduce inhibition. احنا مو قلنا تتذكرون neurotransmitters اكو مثل excitatory فهذا الترانسميتر بيكوز انهيبيشن اوف سيريبرال كورتكس. اوكي سو ذا سليب از اكتيف انهيبيتوري بروسيس. بصراحه لقوا الاتي هاي المنطقه يا اخي ركز معي هاي النظريه او الحقيقه العلميه مو النظريه to presence of reticular formation. There are other formations. There are other nuclei at levels of pons and medulla. This formation in green is called Raphe nucleus. I will have a Raphe nucleus. Raphe nucleus. Raphe. هذا اسم عالم رافين نوكليوس the cell bodies in nucleus of رافين نوكليوس will send signals to cause synapse with reticular formation. رافين نوكليوس synapses with reticular formation. حلو. The nerve terminals of Raphe nuclei, nerve terminals secrete serotonin. When serotonin, which is secreted from nerve terminals of Raphe nuclei, اللي راح يصير synapse ويانا, vertical formation,
this will cause, ولذلك قلنا active inducing, this will cause inducing of reticular formation. And we know that reticular formation has its own pathways with synapse with cerebral cortex. جايش فهم جايس عند الباثوي. So, رافين نوكليوس at level of spinal medulla and cord. رافين نوكليوس will send axons to synapse with what? With reticular formation. The at level of synapse, the nerve terminals secrete serotonin. Serotonin will stimulate reticular formation. Reticular formation axons ascend. شو ascend? تصعد. Ascend and synapse with cortex of brain. Now these synapses that comes from reticular formation will cause inhibition of cerebral cortex. So the process now is active and inhibitory to cause sleep of the brain. هسلي ده الشخص يشعر بالنوم هنا. هاي واضح. هاي جاي نشرح النظرية هذه. هاي آلية واحدة من الآليات. بعد الآلية الثانية. الأكتيف إنهيبيتور. ماني سنترز. نقول إنه ماني سنترز. ماني نيورونال سنترز. هذا أول سنتر. اللي هو رافي نوكليوس. بالمناسبة المدلة كل ما تاخذون سنت يعني درس انا راح اشوفكم بالقلبية من تاخذون جهاز تنفس الناخذ هذا المدلة والبونز مليان سناتر مليان نوكليات واحدة نعرفهم احنا تذكرون حكينا السمباثيك عبارة سمباثيك حكينا على القلب شلون يصعد دقات القلب بتأثير السمباثيك والبارا سمباثيك يقل وانت نايم شلون يسيطر الاوتونوميك نيرفس سيستم فواحدة من هي السنتر اكو كاردياك سنتر بالاضافه لهذا واكو ريسبيرتوري سنتر حتى اكو سنتر في الجي اي تي نفس الديستنيشن بالستمك راح احسن هذا سناتر ريسبيرتوري مثلا انت شلون نايم وجاي تتنفس طبيعي اشتغل عندك سنتر التنفس يتحسس لكميه سي او 2 بالجسم ويبدا يحفز الرئتين او يقللها واضح فاتصل اهميه السباينال كورد In addition to be a conjunction with CNS, with the brain, the buffer motor cell tawassul, it contains many centers, many nuclei. Okay. So we have raphe nucleus here. We have reticular formation. And we have also tractus solitarius. تراكتس مثلها مسار هذا تراكتس سوليتيريوس تراكتس سوليتيريوس joins the pathways from internal organs with what? Pathways of internal organs with the cerebral cortex So in addition to raphe nucleus, a center, which will cause stimulation of reticular formation by secreting serotonin, and reticular formation will stimulate cerebral cortex throughout what is called ascending site, reticular activating system. يعني جاي من reticular formation وهو ascending مثل ما شوفنا activating system. خلاص. أكو other tract, not nucleus, which is tractus solitarius. Tractus solitarius join the spinal cord and cerebral cortex with internal organs. And this is why during sleep, all meditative activities, يعني فعاليات حيوية. Depressed. تمام يا تمام. النايم معدل التنفس مو يقل. صح؟ مع
معدل التنفس ضربات القلب كلها تقل اثناء النوم. قل ما تقل تقل حتى يرتاح الجسم ميتابوليك ريت. قل ما تقل تقل. فهذا ليش اثناء النوم throughout fractal solitarius which also locates in medulla the functions of internal organs will be depressed during sleep. During sleep. So in experiments خلال التجارب stimulation of this area لما يحبزون هاي الاريا it will cause sleep also. شنو معناها؟ معناها انه هذه ايضا عندها شنو؟ حاكيني حاكيني في عندها ايضا pathways or tracks to synapse with cerebral cortex but the major function of tractus solitarius to cause inhibition yes of internal organs of muscles of body during sleep. فدول لازم يشتركون. اول وحده رافي نيوكليوس هي اللي حفزت العمليه صار النوم اكو وحده مشتركه وياها يا هي تراكتس تراكتس التراكتس من انه ثبطت لي الفعاليات الحيويه. تفهم هسه اوكي لحد الان عرفنا النوم شلون جاي يصير. بعد بالاضافه لهاي الاجزاء العصبيه اكو جزء عصبي واحد وجزئين مو عصبيات. اكو جزء عصبي واحد also لدي انسفلون اللي هو ياهو لدي انسفلون تلامس آن هاي تلامس وهاي هاي هو تلامس. There are two nuclei within the diencephalon. The diencephalon عندنا أيضا two nuclei. هم يشتركون بالسينابس وهذه البالفويات جاي تصعد. اللي هم يسموها سوبرا كيازمال نوكليوس بالمحاضرة ورجال أسحبوا يعني سوبرا كيازمال نوكليوس and diffuse nucleus. ما راح ناخذ بعد نهاية النيربس النوكليوي. حتى تحفظونه. راتيكولا فورميشن هي النوكليا زين رافين نوكليوس تراكتا سوليتيريوس هي تراك بس خلينا نحفظها وياها وعندي اثنين سوبرا كيازما نوكليوس بعد والديفيوز نوكليوس. It is also found that these two nuclei of the diencephalon also participate in a process of sleep. يعني هم من يحفزون هذني شي يجيبون يجيبون إبرة مشهرية طلاب إبرة بس كلش رفيعة يعني تنشاف بالمشهر التشريحي وهاي الإبرة مربوطة في موصل معين يجيبوها ويخلوها على هذا الجزء ويحفزوه بطوع أكشن بوتنشال. طبعا شرابطين بقية القشرة مؤشر يجي جاي أشر فلما نحفزها شافوا إن الموجات انقلبت رأسا من ألفا اللي راح ناخذها من موجة ألفا السريعة ممكن بس صارت دلتا يعني نامت انتشرت. فهمتني؟ خاف يخطر ببالك شلون عرفوا انه هاي تتحفز. وصلوا لهاي التعليقات انه اول وحدة مهمة جدا هي رافين نوكليوس اللي هي تحفز عملية النوم ترتبط وياها تراكتر سوليتيريوس وتحب تسوي تثبيت دي فيجيتيف فانكشنز اوف ذا بودي ويا المتمسك. ولقوا ايضا عندنا in diencephalon, diencephalon also is compromised, also is included within this process. Throughout stimulation to suprachiasmal and diffuse nucleus. These are the neurological centers that are centered. There are humoral factors. شنو نقصد بالهيومورال؟ قد تكون هرموني، قد تكون خلوي، ممكن هيومورال، هرموني، بروتين. لقوا كمان بالدماغ ايضا ساهم بعمليه النوم مثلا انتم ساعين بالسيربروس باينال فلويد طيب ساعي المخ الشوكي. فبالتجارب لما يجبرون شخص ما ينام او حيوان مختبري
لأنه هاي التجارب محظورة على الإنسان تمام لو متمام مو أجيب إنسان وقطع حب الشوكي ولا أجيب إنسان مثل ما سووها الروس سولف عندكم سولف سابقا على القصة ما نخليهم ينامون ما نخليهم ينامون أجيب إنسان ما خليه ينام حتى أجري عليه تجربة فأخذ ضرب إنه ما خلي الحيوان ينام من ما خلوه ينام لقوا إنه بالسيريبروس باينال فلويد مالته بدأت تتكون نيوراميل بيبتايد مادة حس هذا نيورولوجيكال سنترز هذا شرحناه اللي هي اسباب النوم والسهر اول عامل مشترك نيورولوجيكال سنترز بعد عندنا هيومورال فاكتورز هيومورال فاكتورز اول واحد تم اكتشافه هو نيورامين بيبتايد نيورامين بيبتايد it is found to be collected يتجمع in the blood of person who did not sleep for 3 or more consecutive days يعني من وراء اليومين حتى انت وانا اذا من وراء اليومين ما نايم يومين متواصل مستمر لما ياخذون عينه الدم يطلع للدم النوم مو بس بالسيريبروس باينال فلويد يطلع الدم هاي ما بين النيورامين بالتالي هاي النيورامين لو 1 بيكوغرام تتخيل كميه لو 1 بيكوغرام تاخذها وتحقنها الشخص مباشره ينعس منها اذا هاي كانما ماده مخدره من النوم مو بس النيورولوجيكال سنترز لقوا اكو هيومورال فاكتورز اللي هو هذا طبعا هذا الشخص اللي ما نام الى اسبابه عنده فد عمل معين عنده فد قضيه جاي هسه نعرف شلون ليش ما ينام خليه ما ينام بس لانه ما نام بدا السيريبروس بانال فلويد تتكون به هاي الماده تكثر تركيزه اذا هاي الماده اصلا خلال اليوم العادي اللي متعب فيه تتكون بتراكيز قليله تساعدنا بالنوم تمام لو تمام هذا معناته وكل ما ننام اكثر تتراكم اكثر بعد in addition to that there is non peptide هذا peptide non peptide substance هذه النون بيبتايد لقوا كل قشرة الدماغ كل قشرة الدماغ يعني مو اكو سلكة سلكة جوا بالسيريبروس باينال فلويد بعدين بالفنتريكلز هيجي هاي السوائل كل قشرة الدماغ لقوها تتكون نون بيبتايد سبستنس فد مادة نون بيبتايد في التركيب بين جلايكوبروتين هيجي هذا ايضا ستيميوليت الشخص اللي ما ينام يبي يتكون ويتجمع نون بيبتايد سبستنس فالخلاصة The process of sleep is a composed process occurs due to two factors, neurological factors and humoral factors. The neurological factors are stimulation of raphe nucleus, which will stimulate reticular formation and throughout the ascending reticular activating system, These synapses will cause inhibition to cerebral cortex and the result is sleep. Another neurological factor is accompanying with the tractus solitarius, which is stimulated to cause inhibition to other vegetative functions of the body. بعد شنو عند neurological? بعد وين humoral factors. Stimulation of specific nuclei. In diencephalon, the suprachiasmal nucleus and diffuse nucleus. Right. In addition to neurological factors, we have humoral factors. In the cerebrospinal fluid, there is neuramine peptide. This protein, which is needed or responsible also for stimulation of sleep. وبعد. Okay. يا شباب انتبه هنا لما ذكرنا سبحان الله الاجاز القران مين قال وجعلنا نومكم سباتا يعني يا اخي سبحان الله
قال سبات يعني سبات بالانجليزي لاتينتين دورمنسي وهيبرنيشن. السبات شنو المعلومة عندكم عنه؟ شنو السبات لما نسبة الانيمال شنو يصير؟ لا اهم شيء شنو يصير بي؟ تفريط كل شيء. اي تفريط ميتابوليك ريت كل شيء مو حتى يتكيف الماكو غذاء فينام بفترة الشتاء مو هيجي بأقل ميتابوليك ريت حتى لا يستهلك صحيح مو ليش على الإنسان قال جعلنا نومكم سباتا؟ قبل شوية شفت فاكتر السوليتيريوس لما تتحفز مو تسبب لها تثبيط تثبيط بالفيجيتيف فانكشنز تثبيط بالميتابوليك ريت الاسبيرتر ريت يتقل هارت ريت يتقل هذا سباتا حطاك في الإشارة عجيبة جعلنا نومكم سباتا يعني هذا هو هسه الحقيقة العلمية انه عملية النوم نعم اتز هيبرنيشن اتز دورمنسي سبات خلاص نعم مساكي حالة سبات كل فعاليات الحيوية تقل الى ان علمها اوكي شباب لحد الان انتهينا من الآلية العصبية والخلطية المسببة للنوم الآليات اللي يصير بيها أهمية النوم جدا مهمة على موضوع شنو الصفحة بالأخير يقول النوم يعتبر شلون عملية الستارت للكمبيوتر فالجسم يحتاج النوم يحتاج النوم حتى يصير الزيرومي عمل التصوير إنشاء خلايا جديدة العمليات اللي ترتاح العضلات يرتاح العضلات يرتاح العضلات ولذلك الشخص اللي ما ينام بعد ثلاثة أيام أو أربعة متتالية أول ما يبدي يسمع أصوات غير ما حد يسمعها شو شغلات ما يشوف إيه يعني شغلات الوهم إلوجين لأن ما نحكي بالخرافات لأن هو تبدي يصير خربطة بعمليات التحفيز وكذا تتحفز عضلة الأريا يصور لي يسمع في البول أو في شيء فإذا النوم very important دكتور الأريم ولا الأريم؟ ها الأريم شلون يصير فسلجية اللي حكينا عليه ليش هذا إذا نايم مرتاح خلال النهار ما يقدر ينام بالليل أو ينام ويظل يقتل يعني يصير عنده نايت ميرز وكذا مثل ما حكينا السبب لقوا هذا السبب إنه هذه الباوت أونست أوف آر إي هذا الهايدروين إن أدش إنتو ذيس سنترز المسؤولة عن السليم صاحب للسليم هذا other neurons are found 'tis found that these neurons secrete the neurotransmitter acetylcholine and at the case of REM for unknown reason but might be due to the rest state during the day يعني خلال احنا مو قلنا هو عاده يكون مرتاح باليوم فهاي السناتر هذا تفسير هاي السناتر يتحفز النوم ما جاي يتحفز بصوره طبيعيه لان هو ما صاير فتيك بالسينابسز مالته خلال اليوم ويا انتم شباب ما معرف للتعب ما متكونه هاي المواد الخلطيه هسه احنا بدنا نفهم دور هاي المواد الخلطيه هي كأنما سوى حافز إلما للسنافز دولة ويشتغل بدور السنتر فهذا بما أنه ما مستقر وراح يجبر نفسه يريد ينام صارت هذه أوكي اشتغلت راتيكولار فورميشن سوت النوم بس ما متكون أنا بدمي مثلا الورامين بالتالي بالتراكيز اللي تخلي هاي تتحفز مستمرة بالتحفيز وياي فمن اللي ينشط تنشط هاي النيوروز اللي تفرز لي أستايكول بأثناء عملية وإحنا قلنا قبل شوية الكل متداخل مع الكل بالسينابسز فهاش تسوي الأستايلكولين هو the major neurotransmitter in skeletal muscle صح لو لا neuromuscular junction مو الأستايلكولين فبس يصير إن أنا triggering أو stimulation to these neurons they will secrete send signals طبعا injection potential هاي secrete الأستايلكولين هاي الأستايلكولين عضلة هذا أو نايم الشخص وجهها الأستايلكولين صارت هاي الحالة شايف شلون؟ يقلب يبغى يسوي حركات كذي. الدماغ نفسه شنو؟ because they are also synapses in the cerebral cortex. the acetylcholine will cause sudden bouts of wakefulness, sudden rapid eye movement. تتحرك عيونه، يحرك
اكو ناس ما شايفين اكو ناس توصل مرحلة يمشي هو انا يسولف هو انا صح لو تسأل شلون يصير الاريام ديوتو simulation or action of specific nuclei of behind the brain or level or bones that secrete neurotransmitter acetylcholine. Acetylcholine مش جد مهم بس هنا سوالنا مش كده. بس عرفنا في التفاصيل.